البرايم لون اللي تاهلت الحمد لله صايو دو سوكسي، الناس كيتصلوا بيا اكثر، تزادوا لي زابوني، تزادوا الناس اللي عندهم انتيغ، الناس كيتشجعوني كيقولوا لي بلي هذا البروجي هذا كانوا محتاجينه، كانوا محتاجين شي حاجه بحال هكا اللي تسهل عليهم. وباقا باغا نديفلوبي البروجي ديالي في مدن اخرى مغربيه، ونزيد لي روسيت جداد اللي كينتمين بزاف ديال الاماكن في العالم. على حسب التيب تاع المشروع ديالي في هذا البرايم هذا، كنظن انه هو يعني اللي فيه ان ديفلوبمون انوفاسيون، كيجمع بين دو تاع جوج تاع المجالات اللي هي الالكترونيك والبروغراماسيون، والاهميه ديالو في السوق، حيت نورمالمون لاباراي هادي مطلوبه في السوق ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كامل. انا كنفيزي الناس اكثر منه، هو ما عرفتش الطبيعه ديال الناس اللي غيكون كيتعامل معاهم، مي وشحال غادي يقدر يبيع في الشهر في العام. دونك انا كان جو فيز بلوس دو بيرسون كو مراد. كنظن البوان فيبل اللي عندها هي لا زون اللي غادي تخدم فيها، حيت كنظن انها لا زون ديالها يعني ديتيرميني في يعني الا جينا نشوفوا في مقرص السكنه ديالها يعني في الجهه ديالها، مي الا دخلنا للشرق غادي نختلفوا، حيت حنايا كنعرفوا بالتقاليد المغربيه، بعدا في المغرب ما نهضروش على خارج المغرب، التقاليد في الاكل كيختلف. أول وحدة دخلت هذا الكونسيبت للمغرب راه ما كاينش، وما عنديش لا كونكورونس. مارست المهنة على أرض الواقع من جهة، ومن جهة ثانية بان لك باللي المشروع ديالك جد مربح. شنو هو النفع الأساسي والرئيسي اللي غادي يعطي الفلاح؟ هو باش أنه ما يضيعلاش الكونتور. داكور. حيت المشكلة لا بيريود هي 21 جور. الرسالة اللي كنوجهها لشيماء هي نقولها بعدا الحمد لله ملي وصلنا لهذه المرحلة النهائية، ولكن كوني على يقين إن شاء الله راني غادي ندير لك هذا البري هذا. سي مراد نقول لك واحد الحاجة، كو لو ميور غان. شفنا الورقة ومعنا شيماء مرابط الفيلالي من مدينة سلا، خدمة تقديم وصفات الأكل سريعة التحضير مع المقادير، ومن وجدة مراد ورقية صنع جهاز تفقيس البيض مراقب عن بعد. وجدي المواجهة وجدين. تفضلوا غتبداي انتي، تفضلي. السلام عليكم. بحكم التكوين ديالي والاكسبيريونس ديالي في الدومين ديال الطعامه والفندقه، حيت عندي ماستر فيها، كذلك في الكوميرسيال، وحاجه اخرى عندي لا ميتريز ديال لا شين دو برودكسيون ولا شين دو فرو، هنا قررت انني نجيب حل لواحد الاشكاليه كيعانيو منها بزاف الناس، اللي هي شنو غنطيب اليوم الوجبه ديالي. هذا هو الطبل، هي خدمه توصيل الوجبات الجاهزه للطبخ. كنعتمد بزاف على التكنولوجيا في المشروع ديالي، بحيث ان لو كليون يقدر في اي ساعه من النهار يدخل لو سيت يدوز لا كوموند اللي كتخرج عندي ديريكتومون في لا بلاتفورم اون كيلكو كليك، من بعد كنتواصل معاه. غراس ندير مشروعك قدرت نحقق مبيعات كثيره بزاف، والارباح عندي مضمونه في المشروع ديالي. كنشكر ميدي ان تي في على هذا على هذه المبادرة الطيبة، وفي المستقبل عوالا نمشي عند البنك ديالي. انتهى الوقت شيماء. بالنسبة للمشروع نتاعي اللي هو حاضنة مراقبة عن طريق تطبيق في الاندرويد والاي او اس، هذا المشروع هذا ان شاء الله الى نجح غادي يكون عنده واحد لافونتاج كبير، حيت حنا بغينا نخرجوا من ديك القوقعه نتاع الاستهلاك، وبغينا ندخلوا للمجال تاع التصنيع باش نخرجوا هذه المنتوجات هذه خارج الوطن. ما كرهناش نشوفوا منتوجات صناعيه، يعني دي كارت الكترونيك انتيليجونت مكتوب فيهم ماد ان مروكو. وهذا المشروع ديالي هذا ان شاء الله عنده واحد الاقبال في على الصعيد الوطني والصعيد العالمي، حيت كينافس الاجهزه
اللي كاينه ديجا في السوق وفيه امتيازات كبيره، اللي منها هي ان الفلاح ولا الهاوي اللي كيهتم بهذه المساله نتاع تحضير البيض يمكن يكتشف المشكل قبل ما يوقع وقبل ما يخسر له ذاك المنتوج هذاك اللي كيكون كيسوى الثمن، حيت لاباري كتقدر ترفد حتى ل 6000 بيضه والثمن تاع البيضه كيكون غالي شويه، حيت الا بغينا نتبعوا السلاله كيكون يدير. انتهى الوقت. تفضلي شيماء، انتهت المواجهة الرابعة. الكلمة الآن لجنة التحكيم، نبداو بالسي عبد الحفيظ. مراد. مراد. عمر. شيماء. شيماء. شوية هناك تعادل دابا في الأصوات، باقي صوت واحد ديال سارة. المرة الثانية سارة كيكون عندها صوت واختيار حاسم. شيماء. شيماء، مبروك شيماء، بالتوفيق. وغير تفضلوا.